قال لي ايه مهرجان الجونه ده يا واد يا معتز؟ يا لهوي يا ماما اوعي اوعي ده مهرجان نار. ايوه يعني بيعملوا فيه ايه مش فاهم؟ في تخفيضات يعني على الفراخ والجبنه؟ جبنه وفراخ؟ سيبك منها يا معتز، ده مهرجان بيبيعوا فيه الصواريخ يا حاج. صواريخ؟ ليه هما داخلين حرب؟ دي حرب نوويه يا ماما. وفيها بيمشوا عريض كارب. كارب دي انا عارفاها، خدتها في الكلاس مع ميس انجي زمان وانا صغيره، كانت بتقول لي يعني سجاده. الله عليك يا ماما، تنزلي في المستقبل. امال انت فاكر ايه؟ امك بربنت في الانجليزي. نعم في ايه؟ بصي بقى يا ماما، انا لازم اروح مهرجان الجون، انا عايز اروح وش. وليه يعني عايزه تروحي مهرجان؟ ما انا طول عمري قدامك اهو، عمري ما روحت مهرجان يعني. تروحي مهرجان بس ايه يا ماما؟ انت مش شايفه نفسك لابسه ايه؟ لا انا كنت هروح بالهدوم دي. ما كنت هتروح بيه يا ماما؟ انت عبيطه يا بت، انا كنت هطلع العبايه السوداء اللي ابوكي جابها لي من 3 سنين، هطلعها اشطفها اغسلها انشرها احطها على جسمي ولا رانيا يوسف في الزمن. عبايه؟ بس يا ماما بس بقى يا ماما، انا عايز ابقى زي رانيا يوسف، اخبي حاجات صغيره واسيب الباقي اونلاين. عايزه تبيني حاجات وتخبي حاجات؟ خلاص سيب الموضوع ده عليا. تعالي بقى كده هتبقي بنت فوتيكا لما تروح المهرجان، والعرسان هيجري وراكي صواريخ. ومين تشوف لامك بتعمل ايه؟ ولا هتعملي 3 كوبايات شاي؟ 3 كوبايات شاي؟ ايوه 3، انا حر، يلا روح. بص الساعة دي شياكة، النضارة دي أناقة، بالفعل إنها دي شياكة، دايما الشياكة فيا. بابا 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 ايه؟ قلت لامك تعمل لي الشاي؟ ايه يا بابا؟ انت لازم تقتل سمسم اختي ديت وتشرب قهوة سادة على روحها احسن. قهوة؟ ليه؟ امك جرالها حاجة؟ مش ماما يا بابا، اختي سمسمة هي اللي جرالها. انت يا غراب انت هتجيب لي جلطة. ماما بتلبس سمسمة هدوم من غير هدوم. ليه؟ شايفني سوسن؟ الله اكبر. اختي احذري. يا ضلال يا كذاب، بقى تضحك عليا والنعمة لو اوريك. يا ضلال يا كذاب، بقى تضحك عليا. ها جالك كلامي؟ طب بتصلي يا بيه؟ نعم يا بابا، لازم تشوف حل معاها. لا انا هشوفه معاك انت. دي انا غلطت يا حبيبي، تطلعوا على الامام ده.